L'artiste, le vrai artiste, le vrai poète ne doit peindre que selon qu'il voit et qu'il sent. Il doit être réellement fidèle à sa propre nature. Charles Baudelaire, la série. كما رأيته لأول مرة في بلاتو تصوير شريط أنديجان لرشيد بوشارب قبل سنوات، وسامي الناصري كما شاهدته في باريس يقاوم بكلمة قوية في مرحلة ضعفهم النظرة المتعالية لفنانين فرنسيين لن يبلغوا يوما مستواه، وسامي الناصري الذي كان أكثر الأربعة خجلا حين نال رفقة جميل دبوز وروش ديزام وسامي بوعجيلا جائزة أفضل أداء ذكوري في مهرجان كان العالمي قبل 16 عاما، سامي الناصري كما رأيته من قبل وسامي الناصري كما شاهدته الاثنين الماضي في اكادير خلال تكريمه في المهرجان الدولي للسينما والهجره شكل آخر مختلف كل الاختلاف، لأول مره أحس به منتشيا وفخورا بمصاره وبعد المناداة عليه لتسلم درع التكريم قال كلاما كبيرا في حق المغرب وأهل المغرب وأرض المغرب التي استقبلته مرارا خلال تصوير أشرطة كثيره في هذا البلد الذي اعتاد استضافه الجميع. بنبرة صادقة أفضل الرجل بأنه بعد 35 عاما من الاشتغال في المجال السينمائي جاءه التكريم من المغرب وهو المشخص الفرنسي من أصل جزائري أحيانا يحسر أن تصف الكلمات كل ذلك الكم من حب يكنه فنانون أجانب من كل البقاع لهذا البلد أحيانا من الضروري أن يأتي ذلك اليوم الذي تعثر فيه على صب تفضحه عيونه سامي الناصري تكلم مساء الاثنين لغة القلب ومرة أخرى بعث برسالة أزعجت وستزعج زملائه في باريس وكل أولئك الآخرين الذين يعرفون اسمه ولا يعرفون ما قدمه لسينما في جارتنا الشرقية سيحقدون عليه لأن عملة كثيرين هي الحقد للأسف الشديد لو عرفوا مشوار سامي ناصري لاستوعبوا بأن الأمر يتعلق بمشخص من الدرجة الأولى وإنسان لا يعيش بمعزل عن محيطه يشقى لشقائه ويسعد لسعادته ويعبر في كلتا الحالتين عما يصوره من شعور ويخالجه من أحاسيس لذلك قال سامي الناصري ما كان يود قوله هنا في أجدير عن المغرب وأرض المغرب لأنه لم يكن يوما من نوعية الفنانين المنافقين الذين يطلقون سراح لسانهم للمجاملات سامي الناصري خسر كثير من أشياء في مشواره لأنه لا يعرف أصلا المجاملات تاثر بي جون بول بيموندو وجون غابان والان دولون اثره لوك بيسون وفي السينما انطلق تالقه بدءا من فيلم راي ثم نيد جاب لفلورون ايميلي سيري مرورا عبر تاكسي وانديجين ثم اغلى لوا عاش دوما خارج قانون صالونات باريس وكان اما الجزائر فلم يكن لها صالون يوما لذلك لم استوعب سبب التهجم عليه بعد ان افضى بحبه للمغرب المغرب الذي يستحق ان يحب المغرب الذي استضاف سامي الناصري واستضاف كبارا اخرين في المجال الفني هذا هو الامر الذي كان عاديا وسيبقى عاديا الى ان يرث الله الارض ومن عليها والسلام الى الملتقى